هدوب الاول الزبده، اربع ملعقه كبيره من الزبده في كاسرولة بهذا الشكل. ممكن استعمل خليط من الزبده والزيت اذا حبيته. اتاكد عندي الزبده دابت وابتدي اضيف اربع ملعقه كبيره من الطحين. هلا باستعمال مضرب خفيف مجرد اني حقلب الزبده بهذا الشكل مع الطحين لغايه ما اشم الريحه. ابتدت هلا ريحه الطحين وبتلاحظوا انه شوي لونه تغير. خلوا بالكم احنا ما بدنا يغمق كثير، اذا غمق كثير بيبقى طعمه مو طيب. فحبتدي اضيف الحليب، حنحتاج 2 كوب من الحليب مع استعمال المضرب. هلا برضه بستعمل المضرب بقلب هيك حركه سريعه عشان اتاكد انه كل الطحين اندمج مع الحليب وما صار عندي اي تكتل. مشكله دائما البشاميل انه بيتكتل وتبقى مزعجه لست البيت انها تتحكم بهالموضوع. هالطريقه اللي عملناها معاكم كتير بسيطه، مضرب مع الحليب وحركه سريعه ما بيكون عندي اي مشكله. هلا برضه بستعمل هلا المعلقه، ما هحتاج مضرب، اي معلقه بقدر اقلب فيها بالطريقه هاي على نار متوسطه لغايه ما الاقي انه هالبشاميل ابتدى يتماسك عندي واعطاني صلصه سميكه. البشاميل ابتدى شوي شوي يتقل عندي، ولكن طبعا هو لسه ما غلي، بستمر بالتقليب. احنا طبعا موضوع التقليب هذا مش ضروري 100% نضلنا مقلب باستمرار، بس عشان اتاكد انه الطحين ما يرجع يتساقط تحت ويبقى عندي مشكله. ابتدى يتكون عندي البشاميل. ببتدي هلا اضيف زي ما اقترحنا عليكم، في عنا 1 كوب من الكريمه. اذا مش حابين موضوع الكريمه ممكن نحط حليب بنفس المقدار، ما في عنا مشكله. هاي الكريمه السائله نفسها اللي بنستعملها بالحلويات مع استمرار التقليب طبعا لغايه ما برضو عم ياخذ عندي غلوه خفيفه. هون بضيف اذا حبينا اي مطيبات حسب رغبتكم. في ناس ممكن يحبوا يضيفوا مثلا الهيل لهذه المرحله، حابين جوز الطيب، في ناس بحبوا فلفل ابيض فلفل اسود، على حسب رغبتكم. احنا مش حنكتر كثير ملح، انا عم بضيف هلا الملح بس ما بدنا نحط كميه كبيره لانه عندنا ملح في الجبن، فنخلي بالنا من هالموضوع هذا. يبقى الصلصة عندي أصبحت جاهزة أو البشاميل. ببتدي هلأ أضيف الجبن الشيدر. وأبتدي أقلب لغاية ما يدوب عندي تماما، وهيك صار عندي صلصة جبن أو بشاميل بالجبن على حسب ما بتحبوا تسموه. هشيله عن النار، استمر بالتحريك لغاية ما يدوب عندي بهذه الطريقة. طبعا هلأ مجرد ما أنا حطيت الجبن صارت الريحة كتير طيبة، بلاحظ صار عندي صلصة بهذا القوام.